حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع بآرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد. ترددنا على مدار القمر نايل سات هو 10727 أفقي، أكرر 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من جميع السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد في أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم 24/24. أما في خصوص برنامج صوتكم، أي شخص يحب يتصل بالبرنامج من داخل العراق من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بينا على واحد من الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما الأرقام اللي راح تظهر الآن على الشاشة فهذني مخصصة إلى الداخل والخارج على حد سواء. أي شخص في العراق في الوطن العربي وفي بلدان العالم يقدر يتصل عليها واحد من ذني الأرقام اللي طلعن. أما هذا الرقم فقط مخصص لرسائل الواتساب، يعني ما أقدر أستقبل على أي اتصال، فلا حد يزعل علينا لأنه ما أقدر أستقبل اتصال على هذا الرقم. شفتوا الفيديو اللي طلع بعد شارة البداية وشفتوا الهتاف مالتهم. طبعا هاي تظاهرات اليوم في ساحة التحرير رفض وتنديد التدخلات الإيرانية بالعراق. سمعتهم ماش قالوا، خلصوا من منو ومنو جاهم. لكن الحكومة العراقية ليش دصر على استخدام العنف ويا المتظاهرين؟ يعني المتظاهر لا شايل سلاح ولا صار الثورة مسلحة ولا أكو شيء يأذي بي أحد، استخدم حقه الدستوري في التظاهر وإبداء الرأي إيمانا بحرية التعبير ورفضا لما يحصل بالعراق. يعني أنا أردفتهم الحكومة العراقية أو السياسيين أو الأحزاب، شتردون شنو اللي قدمتوه للشعب العراقي حتى يسكت ويقعد ببيته؟ رواتب، وظائف، أمان، شفافية، نزاهة، قضاء، رفاهية، راحة بال، كل شيء ماكو. كل هذني الشعب العراقي ما يملكهن، وهن هذني أساسيات الحياة الشبه كريمة. ما راح نقول الكريمة، الكريمة لازم تطيح حقه، حقه من النفط وحقه من الكهرباء وحقه من الأرض وحقه من كل شيء، ولازم تدافع عنه مو بس بالداخل بالخارج همينة. الاعتداء على حق أي مواطن عراقي في أي دولة المفروض الحكومة العراقية هي اللي تجيب لحقه. فأنتوا شقدمتوا له حتى يسكتون المتظاهرين ويقعدون ببيوتهم؟ فإحنا سؤالنا اليوم، ليش هذا الإصرار الحكومي على استخدام العنف والرصاص الحي والمي الحار والهراوات والعصي والضرب والكتل والاعتقال والسحل بحق المتظاهرين؟ زيد من بغداد ويانا، حياك الله يا زيد. السلام عليكم. شلونك؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا العزيز. الله يحفظك يا اخي. ان الجواب على سؤالك لماذا هذا العنف هذا، لان الحكومه هاي ما معتبره العراقيين مواطنين، معتبرتهم اعداء. والعدو الخصم هناك عدو، يعني العدو الشهم، يعني ها العدو الشهم اذا لاقى عدوه يضربه بالسلاح أو يدافع عن روحه. فهذولا أعداء غير عدو غير شهم الحكومة العراقية.
فتضرب بالهراوات بالصواريخ بالمدفعيات بالطيران كل شيء كان تضرب. نعم. وقبل هاي قبل ما حدث على المتظاهرين مساحة التحرير تتذكر 2013 2011 سوت المتظاهرين اللي خرجوا من اجل مطالب حقه. قصدك المحافظات الستة المنتفضة بال 2014؟ نعم نعم استاذ نعم انا اقصد هذه المحافظات المنتفضة. نعم. اللي مدمرة حاليا صراحة مدمرة ومنتهكة. هي نينوى وديالى وبغداد والانبار وجرف الصخر في بابل وصلاح الدين. نعم نعم استاذ هي دمرتها دمار بالطيران وبال التفجيرات وبالصواريخ وتعرف حيث العباد قال للعوائل لا تخرجون من مناطقكم احنا راح نضرب مكانات محددة وراح القوات العراقية تمسك الأرض وشفت صار من تغييب للمواطنين من خرجوا على سيطرة الرزازة والزيبز التمييز العسكري وما يدخل بغداد إلا كفيل بالشمال يستقبلون بغداد ما يستقبلون النازح من الأنبار ومن صلاح الدين ونينوى وهسه نفس الحالة تكررت ورجعت سووها على المنتفضين تشرين وبعد راح تتصاعد وتتفاعل بعد أكثر القسوة راح تزود عليهم لأن هاي الحكومة راح تستخدم جميع الأسلحة تجربها بكل العراقيين يعني ما تعرف عراقي إذا ما ضوق لها. نعم استاذ أفا احنا ما طول إيران ورانا وما طول يعني هاي الأحزاب برانا ما يصير بحالنا حال. جيت الساعة طلع لقاء الوزير الزراعة لفت مقدمت البرنامج قالت له الثروة الحيوانية من الأسماك والدواجن اللي نفقد هل وراها دول يعني متسببة كان يقول لا لا شوية نقص بالأكسجين وشوية تخريب بسيط يعني والحراك اللي صارت بالمحفور الحمطة هي كني يعني مجرد 30,000 دونم من مجموع 5 مليون دونم يعني ما تشكل نسبة وهاي المنتجات الإيرانية الغاز والسود والشارع العراقي هاي يعني بعينه مو سبب. نعم. شكرا شكرا لك اخ زيد. ام عبد الله من الموصل حياك الله. حياك الله اخوي على راسي على راسي داهق اخوي انا عندي معتقلين اثنين بالتاجيل. نعم. اليوم صار لنا رايح يصير سنه لا ما جاء انا قاعد مدرسه مع النازحين انا مريضه انا والله اقدي من العالم اروح اودي لهم اليوم 10 اشهر ما اعرف ايش حل الدهر بيهم والخاطر الله لو يفتحون ما جاء ذبروا عليهم على ما جاء قبل والله يخلونا بس 5 دقائق ويقول يلا بوظف ما جاء. نعم. وانا حرمه كبيره داك والله اريد اقوم ما اقدر الله وكيل ما عندي لا معين ولا كله عسكر انا سوان اثنين قواتم وهذي انا قاعدين المدرسة مع النازحين والله تبتوا على حالنا وصار له 15 سنة. الله يعين قلبك. والله لا قدود ولا رادود الله بدالك. والله وبالتعريض خذوني هذا الاخر كل شيء معود والله وان شاء الله شاهد الله وكيل من التعذيب يقول له ما نداشي وقبول 15 سنة. نعم. مواليد 96 ريتكم انتو اخويا اخويا انك شاربكم يقول اصربه مشارب الغانم. نعم. لكويا والله يرحم مالدي اكوب انا ابنهم ممنون منكوب على راسي اخويا على راسي. شكرا 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 لكم عبد الله وربي عين قلبك.
هذا حال الأمهات العراقيات اليوم بالعراق. شنو ذنب أمي حتى لو كان ابنها مسجون؟ شنو ذنبها ما تشوف ابنها؟ تعرفون أنتوا يعني من حقوق السجين على الدولة ضمان صلة أي سجين بأهله، ضمان الاتصال وياهم، ضمان شوفتهم، هاي من حقوق فوق القارمة بالدستور كاتبيها أنه الاعتقال لا يعني حرمان الشخص من الحياة، بس هو تقييد حرية فوق قارة تساجدين أبرياء. أبو غالية من الشرقاط حياك الله. وعليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك سألتي؟ هلا بيك أخوي. هو المطلقة الحرية ما حريته حتى السجين. نعم يا أستاذ أخي، المطلقة الحرية اللي ما مسجون يعني اللي مو داخل السجين، نعم، بالعراق ما أخذ حريته حتى السجين يريد له حرية. نعم هذه ما موجودة بالعراق، مستحيل. بعدين العراق، بالنسبة للعراق وسوريا ولبنان، نعم، هذول يعتبرونهم إيران ملك إيران، هم الجماعة مغسمين فترة، والخليج ملك إسرائيل، الشغلة مغسمة. فإيران مستحيل تنفع العراقيين أو تنفيهم وطن، كل واحد يصير ضد إيران. لا تسمع أن إيران تسمح له بالوطنية داخل وطن، بس الله فوق الجميع. وإذا ما تولي هذا الشكل والله ما يصير مسار. وأشكركم وأشكر برنامج. شكراً لك أبو غالية. هاشم من العمارة حياك الله يا هاشم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. من وصول هذه الميليشيات تصادفها على حكم العراق، والسلام ملك الأمن تكبوا جرائم وحشية عظيمة في الموصل وفي الأنبار وفي بقية الحضارات. نعم. هذه الميليشيات الكريمة والصرخة حتى الشيئين، ومن بينها الحج الشعبي وقادته المجرمين اللي أرض الجرائم حرب في الموصل وما عندها تحقيق. الآن هي أنا تبقى الموصل والبقية المحافظات المدمرة لحد الآن، كيف أنا وما جالس مسيطر على هذه الميليشيات ومن بينها الحج الشعبي، هذا أصبح موحشي انتقام ما الله إلى الله وكل قادته المجرمين الحرب هؤلاء. نعم. هاشم بعدك وياي؟ انقطع الاتصال ويا الأخ هاشم. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا برنامج صوتكم. نجاح من الديوانية حياك الله يا نجاح. شلونك استاذنا؟ حبيب قلبي بخير، انتو شلونكم؟ والله بخير اذا انت طيبين. رحم الله والديك. والديك الرحمة، تفضل اخوي. اليوم زين بيضة وجوه جنوب الناصرية العمارة بخير اذا انت طيبين. اليوم بيض وجه طول عمر الشعب العراقي مبيض وجه. والله الناصريه العماره الديوانيه، اليوم الديوانيه خوش قبل زين. والله تاثرنا من امس، بس تاثرت ان شاء الله، بس تاثرت على الصور شالوهن بذكرين هاي الشفل ويدبوهن بالجباله مال الشهداء. زين اقول ليش هاي هي شو تاثر بالساحه هاي شو ماثره؟ زين كانت هاي الصور الخميني معلقيها، علي خامني قاسم السيماني معلقين بهاي التيوله ومسوين زيتي لا يدمرن، وهاي الشباب خطي ضحت وتهزت شو ماثره هي بساحه التهزت شو ماثره؟ يجيب الشفل يشيله هيكي ويذبها بالجبالة. ليش كانوا اطفال وضحاوا شهداء
على مدمن طلع منظم. ما اقول ليش هاي جينا يعني الى هذا الكاظمي مصطفى الكاظمي جينا شلون وجه هسه تريد لك نقطه دم بوجه ماكو حافي حتى حواجبه حافي حاجبه حافي مزين شواربه رواتب اليوم واحد بالشهر لا المتقاعدين لا الرعاية لا الموظفين لا المطاط لا النسيج لا فين الناس على من عايش ويطلع لك كمشنا خيوط وما ادري شني وراح نلقى القبض عليهم ليش هم شو مدرين والله قال لواحد وبالله قوم بيهم دول لا تخلي تاحي شو مدر الناس شو مدر تروح للجادرية القصور قاعدة بيه العمايم هاي قصور سوا الله يرحمه صدام مجمع القادسية هاي كانت مال الوزراء قاعدة بيها هاي السلابات حشاك قاعدين بيها ما تروح تاخذ الشفلات وتشيل منهم تقدر تحكي هاي المكاتب مال الأحزاب مال الدوائر القاعدة بيها كلها قاعدة بيها مكتب فلان ومكتب فلان ومكتب فلان ما يقدر يتدخل عليهم دقيقة يخاف منهم هو من جابهم هو من جابه غيرهم من جابه هم شلون سوى هاي الشفلات ولا ليش هاي خطية الصور مال الاطفال ضحوا بدمهم وطوا ليش بس والله هاي الشباك والخيام تبلشوها راح تنبن بمكان بلوك ما يطلعون ابد لا بالا يريد يخض الناس بين هذا يجيب قوته ومدري شني وهبوا للانتخابات يا انتخابات هم نفسهم راح يجيبون ابن خفلان وابن فلان وانا شكرت طولت عليك شكرا صادق. شكرا لك اخ نجاح ابو علي من واسط حياك الله عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز حضرتكم مساء الخير لجمهور الرافدين حياك الله اقول الحج اللي اصلا في الديوانيه هو كان يخابر على صور الشهداء اقول هم طبعا لازم يشيلونهم لان هذول يذكرهم بالعار اللي سووه اما صور السليماني وخامنئي هذول هم يعتقدون انهم هم اسيادهم ما يقدرون يبقون بهذا البلد اذا هو مقابل عليهم نعم. هذول الشهداء اللي ضحوا بارواحهم وما كانوا ينتظرون لا تعيين لا طلعوا يريد وطن فهو ضحى بروحه من اجل هذا الوطن وهذا نعم. الوطن ما راح يخذلهم ان شاء الله برجاله او غيرها ترى اذا شالوا الخيم وفضوا الاعتصامات والتجمعات الثوره بصدور الشباب الموجودين واذا ما رجعوا اليوم يرجعون باكر بس هو رجل يعني او لا يمكن رجل ما اقول عليه بس هو رئيس مجلس العزاء يعني حالت الحكومه بعينه وعطوه الجماعه ريج انه راح يرشح مرة ثانية ويفوز بالانتخابات اللي راح تكون مزورة لأنه هو شنو سوى غير القانون احنا مو على القانون احنا حتى على القانون القديم بس احنا من اللي يضمن نزاهة الانتخابات اذا المفوضية نفسها منزيهة اذا القضاء مع الاسف القضاء العراقي هو المشهود له صار اليوم منزيه اذا رئيس مجلس قضاء ما يعني يروح يزور لدول انت ليش تزور الدول وليش تستقبل سفراء انت ما لك دعوه بيهم انت لك بالقضاء شلون تحكم اليوم طلعونا براءه مال اللي اختاروا المسلمين في جامع مصعب بن عمير اعتقد في دياله طلعهم براءه شلون طلعوا براءه ما ادري يعني هو جرم مشهود هو هذا يعيد العداله اليوم فمن يقول الحج يقول على شهر اكيد راح يشيلهم لان راح يذكرهم بالامور اللي صارت هم اساسا حتى ما ينطلق عليهم اسم حكومه هم سلطه تسلطوا على البلد ولا ممارسات أمس وممارسات اليوم شنو تفرق عن حكومة أو سلطة عادل عبد المهدي ما تفرق شيء همنا بالرصاص قنابل مسيل الدموع يعني تشيء أثر عليك إذا متظاهرين موجودين هم شلون يفضون اعتصاماتهم أنت إذا حققت الوعود اللي أنت أساسا وعدت بيها هم ما قالوا تنطونا وعود المتظاهرين ما قالوا نريد وعود أنت جيت وقلت راح أجيب لكم قتلة الشهداء وراح اجيب ثار فلان وعلان وما حقق شيء، شو اللي حققته؟ انت ليش تعقد صفقات؟ انت من ذاك انه الحكومه هذه راح تستمر؟ ما تستمر. انت حدك انه تسوي انتخابات وقلت انا اسوي انتخابات مبكره ونزيها،
انت اشتغل على هذه، انت جيب اللي خلالك اليوم رواتب الموظفين 60 يوم ما مستلمين رواتب، جيبهم حاسبهم، جيب رئيس الوزراء اللي كان يسمى رئيس الوزراء عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحه، حاسبه، حاسب وزير الدفاع، وزير الداخليه، قول انتم صارت عندكم مظاهرات شهر تشرين وما وناس انقتلت وما طلعتم من القتله، المفروض هذول يتحاسبون، مو تعطيني صفقات وراح اسعد لكم انتخابات ومعينين مستشارين يخاضرون على بعض النشطاء للاسف يعني. ابو علي هم اللي سووا مجزره جامع مصعب بن عمير طلعوهم براءه. هو قلت لك هذه هو قضاء، هذا قضاء اللي يروح لايران، انا رئيس قضاء اعلى، ليش تروح لايران؟ شو تسوي؟ تستشيرهم ولا يعلمونك على القضاء؟ انا هو هذا استغرب استاذ اكيد. فاحنا نقول هذول هم تقول لي عن انتخابات وغيرها، هذه مو شغلتك يا اخي. بس على الاسف احنا يعني اليوم يعني الله سبحانه وتعالى يعني بلى الشعب هذا والعراق بمجموعه الاشخاص هذه، لكن لا يعتقدون ان ثوره تشرين تنام او ثوره تشرين تنطفي، بالعكس هي انوقدت بالصدور وما راح احد يقدر يطفيها ان شاء الله. وانا اشكرك تاثير على ساعه صدرك خفيف. شكرا، شكرا لك ابو علي. طاهر من محافظه النجف، حياك الله يا طاهر. طاهر انقطع الاتصال ويا الاخ طاهر. ام عبد الله من بغداد، حياك الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هي لحضرتك ولا قناتكم الشريفه ولا قناه العراق الشريف، حياك الله. استاذ انا اسال حضرتك، انت تقول انه استخدام القوه هو اي فرد من افراد الشعب العراقي هو ما عانى معاناه من الحكومه، هاي الحكومه الفاشله، يعني من المتظاهرين، من اللي قضوا على المحافظات الغربية والموصل وعلى المتظاهرين في الوسط والجنوب، يعني كلهم عانوا معانا، الموظفين ينتظرون الرواتب، المتقاعدين ماكو رواتب. أستاذ هي حكومة فاشلة، إحنا ليش ندور ونجول بهاي الشغلة؟ إحنا حكومة فاشلة، هي ما قادرة على أنه تسير أمور الدولة، عندها جماعتها تصرف عليهم أستاذ، يعني واصلين بمستوى اقتصادي مرتفع، ومستخدمين الشعب العراقي في استثمار موارد الشعب العراقي لصالح هاي الطغمة الفاسدة. أمريكا أستاذ لما جت وقضت على النظام السابق بمساعدة 37 دولة وسلمتنا لإيران، كل مشروع اقتصادي في العراق هو تحت سيطرة إيران. نعم نعم. أي دولة، أي حزب موجود يعارض كل عملية تقدم، لأن هم جايين على خراب العراق. وبالفعل خربوا المناطق الشمالية وهسه يقومون بعملية تخريب المناطق الجنوبية. أستاذ هم حكومة فاشلة، إذا أنت حكومة فاشلة سلموها لأهلها، انتم ما قادرين على ان تشغلون وتستثمرون موارد العراق من اجل التعيينات وتخلصون من مشاكل المتظاهرين وتقومون بعمليه تقديم خدمات لهم. نعم. وتعيينهم واستقرار المحافظات الشماليه والموصل والغربيه. زين انتم ما قادرين على استمرار هاي الحياه، ليش انتم مستغلين النفقات الدوله لصالحكم؟ استاذ حتى وزير الماليه انه ترى هو ما البنك الدولي منطي نفقات على انه يسوي هاي الورقه البيضاء على اساس انه يقوم بعمليه تقليص النفقات وزياده الايرادات. لا هو صار تعيين للمتظاهرين ولا من واحد من الشعب العراقي، ليش؟ لان هو ما سوى تقليص، انما زادت النفقات على منو؟ على الحشد، على الأحزاب السياسية، على الحكومة. رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يأخذ مخصصات فوق الراتب مليون دولار، يعني هاي كلها لصالح الأحزاب. يا شعب العراقي ترى الحالة ميؤوس من عدم الحكومة، لا تصدقون أي تغيير، لازم إنهم تقومون بعملية التغيير بأنفسكم، لأن العراق انتهى. وبعدين استاذ عندنا حزب الدعوه والخزعلي يرفض دخول الشركات الاستثماريه السعوديه في المناطق الغربيه، لان اول شيء منطقه ما مستغله. نعم خلي الشباب يشتغل. بس عندي بعد اتصالات ام عبد الله، يعني الا تنسيني.
شكرا شكرا جزيلا لك ام عبد الله، اعتذر منك بس صدقا عندي كثير من المتصلين. ابو سميه من محافظه الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لقناتكم الكريمه. حياك الله اخوي العزيز. انما تقوم به الحكومه نعم من اجراءات تجاه المتظاهرين من الاختطاف والتغييب القسري هو دلاله واحده على فشلها وعلى ضعفها. نعم. فقط أردت أن ننبه وأن أشير إلى مسألة مقارنة بين حكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة وبين حكومة بغداد التي تدعي الديمقراطية والحرية. المعتقل في فلسطين المحتلة يعتقل تحت طائلة الإرهاب. نعم. شتى حركات المقاومة الفلسطينية، لكن عندما يعتقل أهله يعرفون أين مكانه. وقد تصل الحال إلى مواجهته لمرات عدة. طيب، وحتى إذا قتل هذا الفلسطيني فإن أهله يعلمون بمكان جثته أو قد يتسلمونها. أما حكومة بغداد الفاجرة التي تعتد الكلمات عن وصفها، بأي حق تختطفون متظاهرا لم يطالب إلا بمطالب مشروعة وما طالب بشيء فوق حقه؟ فأنتم تدعون الحرية وتسمون من في فلسطين بالاحتلال الصهيوني، وأنتم أشنع من الاحتلال. فخاتمة كلامي أقول عن هذه الحكومة أن الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة هو أقرب للإنسانية من عندكم، لأنكم فقدتم كل القيم، وآخر ما فقدتموه هو الإنسانية. وشكرا لقناتكم. شكرا شكرا جزيلا لك ابو سميه عفوا من محافظه الانبار. شاكر من بغداد حياك الله يا شاكر. تحيه يا غالي. حياك الله اخوي العزيز. تحيه لك تحيه لكادر قناه الرافدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ عبد. تحيه والدوم. شاكر استاذ عبد. حبيب قلبي تفضل. يسلم قلبك يا غالي. تفضل. اذا ردنا نظل نعاود على الحكومات، هذا الحكومه مو حكومه عراقيه، لو حكومه عراقيه هي اول ما اجت قدمت تقول الديمقراطيه والحريه، وما شاء الله قدمت لنا حريه، قدمت لنا الديمقراطيه ماكو هيك. تجاره مواد غذائيه، قتل الشعب العراقي، اعتقالات المعتقلات مدرسة بالمعتقلين، والقتل بالأبرياء، والاعتقالات والاغتيالات بالمتظاهرين. أنا أقول لكن أقول أنا أعتب على كلام الأخت أم عبد الله إن الله على السهل أن كلامه طيب من البول. نعم. انقطع الاتصال ويا الاخ شاكر، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى يكمل رايه ونعرف شنو رايه بالموضوع. ام محمد من هولندا حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تحيه لك حبيبي وكراسكم الكريم. حياك الله اخوي العزيز. حبيبي يعني الوجوه تتغير والشعار واحد. نعم. يعني شنو الفرق بين يعني كل رؤساء الجمهور، شنو الفرق بين عادل عبد المهدي او الكامل؟ نفس القمع، نفس الفساد، نفس يمكن الكاب فساد، وماكو فرق. كلهم هم عملاء لايران. ايران هي تحكم حاليا العراق. يعني ينادون قانون الانتخابات اختلافات، يعني قانون الانتخابات ماكو انتخابات ضد احتلال. يعني العراق حاليا محتلين ايران. الانتخابات يزوروها مثل ما زوروها قبل، اتذكر قبل 10 سنوات الفاسده العراقيه. وسووا لهم فيك على اساس كتله الاكبر وخذوا الحكم. يعني كل مرارات مو بس صحة التحرير او الحبوبي، مرارات كل العراق العراق كلها يعني ظهرت ضد ايران. نعم. وهي مظاهرات مستمره، فهي مو بس ساحات المتطوره، كل العراق حاليا، كل العراق يقول لا ايران. يعني حتى مهم عندنا النقطه المهمه انه كل العراق صار يقرا ايران وفضح ايران، انفضحت هي وعملائها. يعني حتى دول يعني ميليشيات عراقيين يعني ناديهم يرجعون عراقيتهم دينهم، ما يسمعون كلام ايران. يعني هذول ما يفيدهم رب العالمين، الفقيه ما يفيدهم من يروحون جهنم، ما يفيدهم يا اخي. لازم يرجعون
يستغلوهم ويصيرون غش الدماغ دول يا اخي، هي هاي سياسه ايران، يوصلون عقول الشباب اخي. نعم ان شاء الله الثوره مش تضمن دوام، ما اطرح عليكم تحيه قناتكم. شكرا 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 لك اخ محمد. عمر من سامره حياك الله يا عمر. من قال الحياة؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك، تحيه لك وكل مشاهدين قناه الرافدين المجاهدين. تحية ودوم. حفظكم جميعا. حبيبي. أخي العزيز، نصيحة لكل عراقي يسمع صوتي الآن. المظاهرات ما تفيد. المظاهرات ما تفيد. قتلى منكم أعداد كثيرة، وكل العراقيين يدرون ويعرفون. وكلنا شفنا على شاشات التلفزيون شلون قتلوا وشلون قتلوا الشباب وشلون مثلوا حتى بالجبل. فنصيحة لأخوتي العراقيين. احنا شفنا الويلات وعانينا من كل شيء، من إهانة ومن قتل ومن حتى اغتصاب ومن حتى ممارسة ديننا عبادة الله عز وجل حاربونا. علنا كل عراقي شريف، كل عراقي الآن يسمع صوتي شاف ضغوطات حتى بالعبادة شاف ضغوط. أنا ما أريد أوضح، احنا إن شاء الله كنا إسلام ومسلمين، بس نصيحة أنا أنصحهم، ترى المظاهرات ما تفيدكم، والله ما تفيد. انتوا تدرون بال 2007 و 2006 ايش قد عانت مناطقنا السنية، وقاتلوا السنة، قاتلوا المحتل، وشاف المحتل الويلات من عندنا. ولكن السنة تحديدا من قاتلوا المحتل وقاتلوا وحدهم، ما حد أحقانهم من الباقي العراقيين. فمثل ما قاصر السنة وضحوا المحتل وبعدين دخلت فئة اللي قاعدة معروفة ومجسوسة خلينا نقول، فالسنة قاتلوهم وطلعوهم من مناطقهم. انتوا يا أولاد الجنوب، يا شباب الجنوب، يا شيوخ الجنوب، ما يكفي شفتوا مثل ما قتلوكم مثل ما قتلونا قتلوكم، شنو تنتظروا؟ شايل الإعلام وحاط لي خيمة وقاعد، شو تنتظر داي قتلك؟ أنت شنو يعني تتأمل من إنسان ما عنده دين، ما عنده أخلاق، ما عنده شرف يا أخي، تنتظره يقتلك؟ يا أخي قاتلوهم، أنتوا السلاح عندكم، كل الأسلحة عندكم، ماكو بيت بالجنوب ما عنده رشاشة، كل العراقيين يدرون، إحنا أهل السنة تحديدا مناطقنا، مناطق السنه، مناطق الغربيه، كنا ما عندنا طلقه وهنا دا نتفرج. يا اخي ايش تنتظرون؟ بس اريد افتش، ايش تنتظرون؟ جوع عندكم، قتل عندكم، نهب عندكم. يا اخي هاي حكومه قذره، هاي مو حكومه، هذول قذرين يا اخي. يا اخي يا اخي بس قولوا لي شنو تنتظرون؟ تنتظرون شنو؟ يعني انتم مصدقين انه انتم تعتصمون وراح يوفروا لكم خدمات اخي؟ هذول بيعمرون برا، بيعمرون بمناطق، وكلكم تدرون. يا اخي ان كنتم تحبون العراق تحركوا. فاليوم يقتل منك 10 بس يقتل منك 100. وتحياتي لكم، وانا طولت عليك. شكرا شكرا لك اخ عمر. صقر من نينوى حياك الله يا صقر. تحياتي، مع السلامة. صقر من نينوى وياي؟ صقر تسمعني؟ فقدنا الاتصال ويا الأخ صقر. يعني وكالة فرانس بريس اليوم على قضية التظاهرات قالت أنه يعني المتظاهرين بالعراق راح يواصلون الضغط من أجل إنهاء العملية السياسية اللي تنتهج النهج الطائفي ووضع حد للفساد. هاي الوكالة، وكالة فرانس بريس، تقول أنه إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية في بغداد وغيرها من ساحات وأماكن الاحتجاج والتظاهر من قبل القوات الحكومية ما يعني انتهاء الثورة. وأشددت وكالة أنه المتظاهرين بالعراق يشوفون وعود الكاظمي يعني وهم ما مصدقين بيها، وما مصدقين أنه هو قادر على تنفيذ هذه الوعود. يعني يقولون أنه إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران وتنفيذ قانون الأحزاب اللي يمنع ترهيب الناخبين بالسلاح ويحظر مشاركة الميليشيات المسلحة الكتل السياسية، كلها
كذب بكذب، صقر من نينوى او من الموصل ويانا مره ثانيه، حياك الله يا صقر. انقطع الاتصال مرة ثانية، ونعتذر منكم مشاهدينا الكرام. هاي واحدة من المشاكل اللي يعانيها الشعب العراقي، قضية الاتصالات، ودائما نذكرها بالبرنامج انه الاتصالات وشبكات الاتصالات بالعراق من سيء الى اسوأ. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. ما اعرف الكتل السياسيه من تسمع المتظاهرين هيك يحجون شو ينتظرون بعد؟ صقر من نينوى رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا صقر. صقر؟ عليكم السلام، تفضل اخوي. همينا قطع الاتصال ويا اخونا صقر، شكرا جزيلا لك. يعني انتم لما طبيتوا بالشفلات وشلتوا خيام المتظاهرين بساحه التحرير وبسوح التظاهرات في العراق، يعني تتوقعون راح يبطلون؟ بس انا اتمنى انه الشعب العراقي شويه يعني على كيفه ويا حكومه مصطفى الكاظمي، يعرفون حكومه مصطفى الكاظمي ما عنده فلوس تعطي رواتب، فمحتاج لكم خيمه دا يبيع عنده يجيب لكم الرواتب. ماكو غيرها. لانه شو ماثر عليه؟ شو هو مطالبهم بدأ ينفذها، اللي ده يحكي ما داير لبال، علاج ما دا يوفر، رواتب ما دا يوفر، ما بقت غير بس خيم يشيلهن ويخلص. وبعدين انتم تعرفون يعني مصطفى الكاظمي وربعة ما عندهم القرار، يعني القرار مو بديهم، اجى الامر من فوق، واحنا نعرف فوق منه. اللي سمعتوه بالفيديو اللي طلع ببداية البرنامج، إيران. لأنه إيران لما قامت تسمع أن المتظاهرين بدأوا يندقون بيها، أو مو يندقون بيها، أنه الشعب العراقي دا يكون على إيد وحدة في رفض التدخلات الإيرانية، وعندنا هالشم واحد اللي قاعدين بالبرلمان وبالوزارة وبالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية موافقين على وجود إيران، فهم مكلبين بهالشم واحد، لأن يعرفون خيرات العراق إذا سدت عليهم راح يموتون من الجوع، لأن فلوس العراقيين كلها هسه موجودة بقم وبطهران، فما يردون يسدون هذا الباب. لما زاد العملة دا يتحول لإيران، البضائع الفاسدة اللي المفروض تتلف، الإيرانيين دا يغيرون التاريخ ويدزوها للعراق وتنباع للشعب العراقي، والشعب العراقي ما يدري. الأدوية التعبانة دا تندز، التهريب النفط دا يصير عن طريق العراق، شنو بعد؟ الأتاوات اللي دا تأخذها الحكومة الإيرانية من الحكومة العراقية معروفة، يمكن حتى رواتب الحرس الثوري الإيراني دا يدفعوها حكومة مصطفى الكاظمي وجماعته. لا تستغربوا، يعني قطعوها منا يطوها هناك، لعد وين ودوها الألف مليار دولار؟ ألف وأكثر همينة. هي 800 مدري 750 بس بولايتين استلمهن المالكي.
والورا 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 والقبله، ذني كلهم محسوبات. فلا تستغربون. رسائل الواتساب اليوم اللي وصلتني للبرنامج تقول: أني أم علي، ولدي أخذوهم من 10/5/2014 ولحد الآن ما أدري أي ما عندي أي خبر عنهم، وطالب قناة الرافدين أن تطالب الحكومة والكاظمي أنه إحنا نريد عفو عام للمغيبين والسجناء، وأطالب محمد الحلبوسي وأطالب الكربولي وأطالب ليث الدليمي بالعفو العام للسجناء كافة. قبل ما أكمل الواتساب مشاهدينا الكرام، عندنا فيديو لإحدى نساء العراق قلبها أكو حرقة وهي ذا تحكي، خلونا نسمعها إيش قالت. وينك يا الكاظمي؟ وينك؟ خوش اتفقت ويا الأحزاب يا الكاظمي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اتفقت ويا الاحزاب يا الكاظمي، اتفقت ويا ايران ويا الاحزاب، بس ان شاء الله تدوسك بالقندره يا الكاظمي، ان شاء الله تدوسك بالقندره يا الكاظمي، ان شاء الله كلهم تدوس يا الكاظمي. باكر صورتك هنا تنداس، باكر باكر هنا صورتك تنداس، باكر باكر هنا صورتك تنداس يا الكاظمي، أبو سمية من بغداد ويانا، حياك الله يا أبو سمية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، بس أتمنى تستعجل لي لأنه ما بقى لي وقت وعندي رسائل. تفضل أخوي. والله حبيبي الغالي، إحنا بس على مود الأوضاع هي مال العراق ومال المصايب هي اللي شفناها، يعني الكاظم هسه يعني بس أريد أحد راضع على الوضع هذا اللي بيصير بصلاح الدين. نعم. إذا راضي فيقرأ على العراق السلام حبيب الغالي. نعم. إيه أشكرك كثير الشكر. شكراً شكراً جزيلاً لك أخوي العزيز على اتصالك. ألو السلام عليكم. بالبداية تحية لك أستاذ أفل ولقناة الرافدين الشريفة. الحكومة وميليشياتها مصرة على قمع المتظاهرين، والدليل ما جرى في البصرة الفيحاء، لكن إنهم واهمون والشعب قال كلمته بإنهاء النظام الفاسد والقاتل والمرتبط بإيران وأمريكا، والثورة قادمة إلى تحقيق جميع مطالبها بالكامل ولن تتراجع. أخوكم محمد من الأنبار، حياك الله. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بأجمل الزهور والبخور بمناسبة مولد النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقناتكم الصادقة الناطقة باسم الحق ونقل معاناة الشعب العراقي. الله يحفظكم أستاذنا الغالي، والله يحفظ الأستاذ عمر والأستاذ محمد ومدير القناة والكادر، يرعاكم الله جميعا. أخوكم الشمري. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعل جميع الشرفاء من أهل العراق التوحد في الكلمة والوعي والفكر لكي يعيدوا مجدهم المفقود ويستردوا وطنهم. تحياتي أبو رقية من العراق. عصابات الحشد دليل بصوت وصورة، هو من الميليشيات وانشق منهم، فيديوهات كثيرة عن هذا الأمر، انتبهوا لها إن شاء الله. السلام عليكم. أني أم حمودي من الموصل، عندي ابن معتقل من 2017 مواليد 2000 من تحرير الموصل، هو بريء وناشد الكاظمي باسم الإنسانية بالعفو العام من قناتكم الشريفة الطاهرة. السلام عليكم. تحية لكادر برنامج صوتكم. عاش شهداء تشرين الأبطال، عاشوا بقلوبنا وعاش رجال العراق الأشاوس وكل من باع العراق إلى مزبلة التاريخ. متابعينكم من ولاية فيرجينيا الأمريكية. السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع أستاذ أفل المحترم. العراق من عام 2003 يدار من قبل 3 شركات عملاقة لصالح الاحتلال وأعوانه ومكاسب شخصية لهم ما يهمهم. الشعب العراقي إدارة هذه الشركات العملاقة الممثلة برئاسة الجمهورية، الجواسيس ورئاسة الوزراء، سراق المال العام ورئاسة البرلمان، شياطين العصر، أصحاب الميليشيات والحشود لقتل الشعب العراقي والأحزاب الخردة في العراق، خدم الاحتلال الأمريكي الإيراني الإسرائيلي. لا تترجى منهم خير لهذا البلد. لهم ثورة تشرين، ثورة 20 العراقية المباركة بالمرصاد وكنسهم على مزابلهم من حيث أن أتوا، والنصر حليفهم أسود الرافدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ابن الموصل.
مساء الخير قناة الرافدين العزيزة وكل كادر الرافدين. أستاذ أفل قلنا الكاظمي اشتغل بس هم من ذيول إيران، حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة الفاسدة وشكرا. فاتن من ألمانيا، السلام عليكم. أستاذ أنا أتعجب من أبو وسام من موقفه باعتبار أن إسرائيل تحمل الإنسانية تجاه الفلسطيني الذين أبادوا شعب بكامله وسلبوا أرضه، ونحن الآن نعاني من الإسرائيلي والإيراني والأمريكي نفس المصير. بالله عليكم اتقوا الله بأرض العراق وشعبه العربي. السلام عليكم، التحية لقناة الرافدين الشريفة. أنا بس ردت أطمن على صحتك أخي لأن نشوفك ضعفان. سامي من هولندا، حياك الله أخوي. دعائي أن يحفظ الله ويحفظكم، فليسمع الشعب العراقي هناك شرط من الخزعلي والعامري مقابل بقاء الكاظمي في موقعه. الشرط هو غلس على من قتل الهاشمي ومن قتل المتظاهرين الثوار، وقد وافق الكاظمي وأصبح شريك القتلة وهو مسؤول عن سفك دماء الثوار. السلام عليكم، نؤيد الأخ عمر من سامراء بالكفاح المسلح لمواجهة هذه الحكومة الفاسدة وحكومة القناصين، لأن التظاهر السلمي لا يجدي نفعا ولو دام 100 سنة. أبو مهدي من الديوانية. أدي رسالة أخرى من شخص يقول أحاول أتصل بكم بس ما تجاوبوني. أخي العزيز أنت قاعد تتصل ببرنامج صوتكم عبر برنامج الواتساب، هذا البرنامج عذرني ما أقدر أستقبل بأي اتصال، اتصل على الأرقام الثانية. مشاهدينا الكرام، احنا شفنا حكومة الكاظم ايش سوت ويا الثوار، شفنا الشافلات من شالت الخيم والصور وذبتها مثل ما قالوا المتصلين بالمزابل، لكن الثوار رجعوا ثاني يوم. فاحنا السؤال اللي راح نطرحه الى حكومة الكاظمي وجماعته، انتم تتوقعون الشفل اذا شال خيمة الناس راح تروح خايفه من الشفل والخيمة لو لا؟ والجواب راح تلقوه يم الثوار. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة بموعدنا باكر في امان الله ان شاء الله. السلام عليكم.